أنا الحكواتي عندي حكاياتي للكبار والصغار ما أحلى حكاياتي أصواتي كثيرة في كل الأرجاء لعدة وجوه وعدة أسماء في روسيا اسمي إيفان في الشمال إيان وفي ألمانيا يوهان وفي أمريكا أنا جون جمعت قصصي من أجل خير الناس ليذكروا العدل والعطف والإناث في قصصي دموع وفيها ابتسام وتنتهي دوما بالوفق هو السلام.